40 عاماً من التفوق. اللجنة الأولمبية القطرية. رؤساء اللجنة الأولمبية القطرية: سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني من 14 مارس عام 1979 إلى 4 سبتمبر عام 1991. سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني من 4 سبتمبر عام 1991 إلى 11 ديسمبر عام 1993. سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني من 11 ديسمبر عام 1993 إلى 13 يونيو عام 1995. سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني من 14 يونيو عام 1995 إلى 11 ديسمبر عام 2000. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من 12 ديسمبر عام 2000 إلى 6 مايو عام 2015. سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني من 7 مايو عام 2015 إلى يومنا هذا. 40 عاماً من التفوق. اللجنة الأولمبية القطرية.